أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله الله على محمد. الله الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تحزني إنا
فرعون وهامان وجنودهما
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين ورقى الله العظيم.